Hola a todos, hoy comenzamos nuestra clase con la literatura medieval. Cronología, este Lezemeni, esta periodo histórico que comienza con la caída del Imperio Romano, siglo V, y acaba al final del siglo XV, con el descubrimiento de América y la conquista del Reino de Granada. هذه الحقبه الزمنيه للعصر الوسيط التي تبدا من سقوط الامبراطوريه الرومانيه في القرن الخامس وتنتهي الى نهايه القرن الخامس عشر مع اكتشاف امريكا وايضا سيطره العرب على مملكه غرناطه كاستيانو ونادلاس لينغواس رومانتاس ناتيداس دي لا اللاتين

عن الأعمال التي تستخدم في أغلب الأعمال الأدبية أصلا أنتون وفي ذلك الحين أيضا كان هناك الرجال المثقفون الذين يستخدمون أيضا اللغة اللاتينية Dentro de esta etapa se distinguen dos momentos, la alta edad media hasta el siglo XII, sociedad feudal, y la baja edad media desde el siglo XII, في هذه الفترة الزمنية التي هي العصر الوسيط يمكن تمييز مرحلتين. المرحلة الأولى التي تبدأ في القرن الحادي عشر والتي تميزت بأن هناك تميزت بالمجتمع الإقطاعي. أما الفترة الثانية إلى باخ إداد ميديا التي بدأت من القرن الحادي عشر الثاني عشر إلى القرن الخامس والتي تعتبر البدايات الأولى لظهور التحضر. لا من تليدات عقلية وثقافة المجتمع في العصر الوسيط. لا سوثيدات مديابال أسونا سوثيدات ديوكراتيكو. بروفوندامنتر لوخيوسو لقد كان المجتمع عصر الوسيط مجتمع ديوقراطي وأيضا كان متشدد دينيا لا اكستنثيا سي كومو اون ترانسيتو اثيا لا فيدا ايترنا اي لا بحيث انه كان لديهم اعتقاد بان الوجود هو يعني الانتقال الى الحياه الابديه وإن الموت له معنى وهو المعنى بمعنى التحرير تحرير Por otra parte من جهة أخرى لا إنستابليداد بوليتكا أسا لغيير أون رياليداد كوتيديانا الغريرو سي كونبيرت أون إخيمبلو برا من جهة أخرى, أخرى نجد أنه عدم الاستقرار السياسي جعل من الحرب حقيقة يومية وجعل من المحارب نموذجاً للمجتمع. كاركترستيكاس de la literatura medieval صفات الأدب العصر الوسيط. اسورال رال، La mayor parte de la publication نو ني ني نيسكريبير يعني كانت معظم الأعمال الأدبية تنقل بطريقة شفوية. لأن المجتمع أو الشعب لا يعرف مجتمع أو الشعب العصر الوسيط حين ذاك لا يعرف القراءة ولا الكتابة إس كولكتيبا يعني الأعمال الأدبية أغلبها كانت جماعية إلى ميسور كانتابا كون أوديتوريو كولكتيفو كي سكوتشابا أو كانتو يعني الشاعر كان يغني إلى المستمع بشكل جماعي الذي الجمهور الجماعي كان يستمع إلى إنشاده وغنائه. كاركتر أنونيمو الأوتور مديابال por lo general no firma su obra no tiene conciencia de la propiedad literaria. أغلب الأعمال كان ذو طابع مجهول. أغلب الأعمال لا تحمل اسم مؤلف. وذلك لأن المؤلف لن يكن لديه وعي كافي بماذا تعني الملكيه الادبيه representa numerosos alimentos religiosos la cultura iraquí patrimonio tecleru debido a la fuerte influencia de la iglesia تقديم هذه الأعمال في العصر الوسيط ايضا من صفاتها انه تقدم لنا العناصر الدينية والثقافة كانت بشكل عام هي كانت ارث لرجل الدين وذلك يعود إلى التأثير القوي للكنيسة. الصفة الأخيرة is didactica ايموريلي moralizante. In su nemenza majoria, l'objetivo fondamentale era enseñar il pubblico أيضاً الصفة الأخيرة لصفات الأدب في العصر الوسيط هو أدب تعليمي وأدب أخلاقي، لأن معظم الأعمال الأدبية كان هدفها الرئيسي هو تعليم الشعب إضافة إلى التعليم هو توعية الشعب المبادئ الدينية principales de la تريتورا medieval المواضيع الأساسية في الأدب العصر الوسيط، اللامورتا، الموت لافاجواد دلابيا الزوال وانتهاء الحياة la fortuna الحظ haz. Los géneros literarios de la edad media, media, يعني الأجناس الأدبية التي كانت شائعة في العصر الوسيط سدبيدا إندوز كانت تقسم إلى نوعين أونو ليريكا الأول هو النوع الشعر الغنائي ليريكا تراديشنال ليريكا كولتا لوس أيضا الشعر الغنائي كان يقسم إلى شعر تقليدي وشعر مثقف اللي كان يقوم بإلقائه الشعراء الجوانين لوس ترابادوريس دوس إن الراتبة إن إن بروسا أيضا كان الجنس الأدبي الآخر هو السرد وكان السرد في الشعر وأيضا في النثر Las, las escuelas que adoptaron la narrativa en verso. من أهم المدارس التي ظهرت في العصر الوسيط هما مدرستين مدرسة مستر دخو كلارية و مستر bueno, vamos a ver la expresión de مستر كلارثية aluda al arte de los juglares artistas ambulantes que congregaban a las gintas en las plazas, castillos, etcétera, donde se juntaba su repertorio, representaciones, cantos, bailes, además recitaban y cantan diferentes tipos de poesía. مصطلح الشعراء الجوالين هو يشير إلى فن الجوالين الفنانين المتجولين الذي كان يجتمع حولهم الناس في الساحات وفي القصور، حيث يقوم هناك الشعراء أو الشعر الجوال بتقديم العروض وأيضا الغناء والرقص هذه ماس رثيتابا كانوا ينشدون ويغنون مختلف الأنواع الشعرية دنترو دي إنترا تودوس لوس هوغلاريس لو ماس أبونتانتس إيران لوس هوغلاريس دي ناراثيونيس إيبكاس كونوثيدس كومو كانتاريس تخيستا يعني أغلب الجوالون الذين هم يقومون بسرد الملاحم البطوليه كانوا معروفين بكانتاريس تخيستا كانوا يقومون بالاناشيد البطوله اللي هي عباره عن اكسنسس نراتيونس عن سرد مطول يكون انبيرسو في الشعر كرات رلاتا سوثيسوس اللي كانت تروي أحداث تاريخية إلى خنداريوس إن تورنو دون أون إيروة كي ريبريسنتان لوس بالوريس بويبلو فكان يروي أحداث تاريخية وإسطورية تدور حول البطل الذي يقدم قيم شعب ما المدرسة الثانية المسرة ديكلاراثية سدومينا مسرة ديكلاراثية لا كورينتا بويتيكا كي أباركا لوسيلوس ديسمو تريثيرو وديسمو كوارتو بالنسبة إلى المسرة الكلارثية هو مصطلح يطلق على الاتجاه الشعري الذي يشمل القرن الثالث عشر والقرن الرابع وكونسيستوي بور كولتوس الذي كان هذا الاتجاه يضم مجموعة من الكتاب المثقفين كلريكوس الذي كان يضم رجال الدين اي مايور مينتي ايران ميمبروس دي لا والاغلبيه منهم كانوا هم رجال الدين رجال او اعضاء ينتمون الى الكنيسه لاس ديفرنسياس انتري امبوس كورينتيس نراتيفاس ميستري جوغلوغري هوغليريا بردون ميستري ديكلاراتيا هناك بعض الاختلافات التي ظهرت بين المدرستين المستر خوغلارية وايضا المستر دا كلاراثيا باموسفير راح نشوفه وراح نشاهدها مستر خوكولارية. كان الاوتور مالتها انونيمو بينما مستر كلاراثيا كان كونوتيدو معروف سيغلوس سيغلو ابريثن سيغلو, سيغلو دو ديمو mientras que مستر كلاراثيا apareció en siglo XIII y XIV بالنسبة لمسرح خوكلاريا ظهرت في القرن الثاني عشر ومصر كلارثية ظهرت في القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر هينيرو نراتيبو بيرسو بالنسبة إلى مصر خوكلارية كانت تستخدم النوع الأدبي الذي يكون فيه السرد بالطريقة الشعرية أيضا إن مصر لو نفس الشيء فيناليد إنسانيار أي أدوكترينار كانت مهمة مستر دي خوكلارية هو التعليم بالإضافة إلى تعليم نشر المبادئ الدينية. مدرسه مستر كلارثية انترتيمينتو اي دكتورينار كريستينا كريستيانا بردون هو التدريب وأيضا معرفة تعليم الشعب على المسيحي على تعليم المسيحية الموضوعات المصريه الخوغلاريه كانت كانتوس اغاني كانتوس ايفيكاس اغاني ملحميه خيستاس بيرويكاس بطولات اغاني رثاء بطولي ايضا بويماس امروساس واشعار غراميه ندره ك مثل الكلاراتيات تمس ريليجوسوس مثل كانت موضوعاتها دينيه تاريخيه ناسيونال وطنية هي لا بيرجن سانتوس وأيضا تدور حول السيدة العذراء والقداس. ترانسميسيون طريقة النقل في المسردة خوغلارية أورال كانت بالطريقة الشفوية أثربس دلوس خوكلاريس كانت تنقل الأعمال الأدبية عن طريق شفويا عن طريق الشعراء الجوالين مينترس إن مسرة كلارثيا نو أه ستراسميتا بور سكريتو كانت تنقل عن طريق الكتابة